مباراة إخراج أول بطاقات الصفراء في المباراة. واحدة على علي، هنا التسديد، الهدف الأول. سادات كريم يسجل الهدف الأول لمصلحة القيسومة، يؤكد على أحقية القيسومة بتسجيل الهدف الأول بعد إلغاء الهدف الأول للقيسومة. الآن القيسومة للمرة الثانية، لكن هذه المرة بشكل مؤكد يضيف الهدف الأول، وفرحة كبيرة أكيد لجماهير القيسومة بهذا الهدف اللي انتظروه كثيرا. احتاجوا إلى 55 دقيقة حتى سادات كريم يسجل الهدف الأول. هنا هدف رائع من جانب سادات، وسط زحمة كانت في اللقطة الماضية لما يضيق على سادات كريم، بل تركوا له المجال، وعندما يترك المجال لسادات كريم هذا الذي يحصل. على يسار حارس المرمى عند عسو، رأسية خطيرة، العين يسجل هدف التعديل، العين يسجل هدف التعديل سريعا، ما يرمرم وضعه ويعود من جديد، العين يسجل هدف التعديل. العين الآن يتقدم عن طريق ناصر الهليل في رأسية رائعة لا تصد ولا ترد. على يسار حارس المرمى عثمان أكجا، إذن العين يعدل النتيجة سريعا. فرحة أكيد لهذا المدرب الروماني اللي كان يفقد نقاط هذه المباراة. هنا الإعادة والرأسية الرائعة من جانب اللاعب ناصر الهليل، اللاعب المتقدم من الخلف إلى الأمام. فيصل الجهني في أول لمسة يعيدها إلى أوبانور، أمامية طويلة خطيرة، تسديده، الهدف الثاني عن طريق اللاعب دودو. دودو يسجل الهدف الثاني لمصلحة العين، الهدف الثاني. إلتون سواريز أو كما يلقب دودو يسجل الهدف الثاني لمصلحة العين. بدأ يتنفس الصعداء تيتا فاليريو بعد الهدف الثاني، أعتقد بأن الأمور أصبحت صعبة الآن بالنسبة للقيسومة أن يسجل العين في هذه الدقائق، أعتقد بأن من الصعب العودة. الوقت المتبقي أقل من خمس دقائق تقريبا أو خمس دقائق. هنا تسديدة دودو،